هل خدم أدولف هتلر لليهود بما فعله فيهم؟ نعم، كيف؟ خدم مش اليهود الصهيونية، حتى يوجد عبارة تقول إن إذا كان هرتزل هو ماركس اليهودية الصهيونية فهتلر هو لينين، لأن هو عن طريق اتحادهم والتعاون مع النازيين مع الصهاينة في ذات الوقت جعل يعني عدد اليهود المستوطنين في فلسطين كان 300,000 قبل وصول هتلر للحكم. مع وصول الحكم زاد العدد بشكل غير عادي، وتم بقى تصدير رأس المال من خلال اتفاقية الهافرة التي عقدت مع اليهود المستوطنين الصهاينة.